avec M. Adil Alaoui, un des monuments de la presse sportive au Maroc, pour nous présenter cet événement. C'est Adil, marhaba bik. Il a même dit qu'on a un peu de temps pour l'événement de l'Yom. L'Yom, l'Ahda de Tetouij, le Tikrim, les Riyadiens, ils ont créé l'Ahda de l'Istitna en 2018. Nous savons que cette Istitna a été créée par le Qatar, 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 يمثلون مختلف المنابر. اعتقد انه سنه 2018 عرفت بروز كره القدم، هذا الشيء اللي خلى ان حكيم زياش يحتل المركز الاول، وايضا اشرف حكيم المركز الثاني. ما نساوش ايضا على مستوى البنات برزت رياضه التيكواندو كرياضه فرديه من خلال الفوز ديال فاطمه الزهراء ابو فارس بالمركز الاول، وايضا حضور ديال صفيه صالح. العاب القوى دائما بقات في البوديوم ولو انها تراجعت من خلال صوفيا البقالي وايضا رباب العرافي. حضور ايضا درنا خارج التصنيف مجموعه من التكريمات، الرجاء البيضاوي كفائز بلقب كاس الكاف. شفنا ايضا الناس اللي غادرونا، مصطفى المرحوم مصطفى بديح، المرحوم ايضا رشيد البوصيري. درنا واحد الالتفاته للسيد نور الدين من العلمي على اعتبار انه كان من الناس اللي ساهموا في الحركه الرياضيه في وقت من الاوقات، وايضا كان ايضا تكريم ديال زميلنا بدر الدين الادريسي رئيس الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه كوجه اعلامي، وهذه يعني من البادرات اللي اصبح قطاع الرياضه داب انه تينظمها سنويا. واعتقد على انه سنه 2018 نسبيا يمكن حققت المبتغى، ولو انه كان هناك بعض النواقص، رياضه الجماعيه ما تحركاتش، كره السله فيها المشاكل، ايضا العاب القوى نقص شويه المستوى ديالها، يعني الانديه في كره القدم تتعيش ربما مجموعه من 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 اكراهات. املين ان شاء الله 2019 انها تكون سنه ما قبل الاولمبيه، وتكون ان شاء الله سنه مثمره وسنه احسن من التي ودعناها. نسوم افيك فاطمة الزهراء ابو فارس كي ايتي كوروني ميور سبورتيف دو لاني 2018. فاطمة الزهراء مبروك، شنو الشعور ديالك؟ الله يبارك فيك بعدا، شكرا. انا فرحانه بزاف صراحه انني كخديت كاحسن رياضيه سنه 2018، يعني ما كانتش على البال، وهذا من فضل ربي. حتى كنشكر بزاف الصحفيين كاملين اللي فوطاو عليا باش ناخذ هذا اللقب. هذه واحد شهرين كنتي توجتي في بوينس ايريس، وكيفاش كانت الفرحه ديالك، وكيفاش يعني فاش جيتي كيفاش لقيتي الاستقبال ديال الناس؟ الفرحه ديال بوينس ايريس بوحديتها يعني راه كاول وحده غادي تحصل على ميداليه ذهبيه اولمبيه في تاريخ المغرب وتاريخ التايكواندو، يعني كانت فرحه كبيره بزاف، وفرحوا بيا مدينتي، واحد الاستقبال كان زوين. وخلاص في المطار يعني المغرب كامل دار لي واحد الاستقبال زوين بزاف، وفي مدينتي حتى واحد كان واحد الاستقبال زوين بزاف من طرف شنو نقول لك، بزاف مدينه كامله كانت تما كاينه. نشكرهم بزاف من بلا شك هذا فخر كبير، ولكن كيفاش تشوفي القضيه انت، واش تزدت عليك شويه لا بريسيون ولا تزدت عليك شويه لا موتيفاسيون، كيفاش تشوفي انت؟ لا بالعكس، هذا هو بريسيون كتكون راه كاينه من شحال هذه وكتزاد، وهذا كيكون حافز لك باش ان شاء الله تزيد تقدم ما احسن يعني، وتعطي صوره زوينه لبلادك والرياضه اللي هي رياضه التايكواندو، يعني تقدم ما احسن في جميع المحافل لا الدوليه لا الوطنيه لا الاولمبيه ان شاء الله. حاليا كاينه واحد الاصابه صغيره في الرجل اللي نتمنوا ان شاء الله يكون الشفاء ديالها عاجل، وكاينين لي جوز اولمبيك في 2020، يعني كيفاش تشوفي هذا لوبجيكتيف، واش بعيد واش قريب، كيفاش انت؟ هي الاصابه كيف قلنا دابا حنا مع الطبيب يعني عاطيني روبو باش وعاطيني بزاف د الحوايج بروغرام باش على حساب نخدم عليه، مي ان شاء الله غادي نتشافى، وان شاء الله كنوعدكم بشي ميداليه قبل بعد طوكيو. كاينه بطوله العالم في 2019 ان شاء الله شي ميداليه فيها، وبعدها 2020 تاهي نوعدكم ان شاء الله بشي ميداليه لا سخر الله ان شاء الله. شكرا بزاف. Nous avons eu Fatem Zahra Boufaris, maintenant nous sommes avec son coach, son mentor aussi, سي عبد النبي سعودي. سي عبد النبي، علاش 2018 كانت واحد التتويج ديال واحد الباركور مع فاطمة الزهراء؟ شكرا على الاستضافه. اكيد ان 2018 بالنسبه لي غتبقى تاريخ، لان 30 سنه ديال العمل، وتوجت بميداليه اولمبيه في الارجنتين للشباب، وتوجت باحسن رياضيه لهذه السنه ديال 2018. اكيد ان فخر لنا والرياضه التايكواندو ولكاع الناس المغاربه. انت كاستاذ يعني قبل ما تكون ايديكاتور سبورتيف، انت استاذ ديال فاطمه الزهراء، شنو نقدر واحد السمه اللي غتكون خاصه بفاطمه الزهراء؟ بالنسبه اللي بيني وبين فاطمه الزهراء هو وقع واحد الانسجام
يعني واحد الانسجام قوي بيني وبينها. تفرق في وسط النادي تنتدربوا وتنهضروا على واحد الانسجام اللي خاصو يكون ما بين الكوتش وما بين اللاعب، واي حاجه خاص يكون تقريبا يكون يلتقط الرد السريع، خاص يكون التايكواندو فيه الرد السريع. وفاطمة الزهراء وصلت لهاد سميتو هاد النقطه هادي، والحمد لله ان تنخدموا واخا كاين تعب، ولكن تتفهمني وتنفهمها شنو باغي انا وشنو باغا هي. حنا تنسولك عاوتاني، واش كاينين شي فاطمه الزهراء اخرين زين في طريق مدينه فقيه بن صالح اللي كنعرفوها كتزخر بزاف ديال الرياضات؟ اكيد اكيد جمعيه الوفاق يعني ماشي غير فاطمه الزهراء، دازوا ابطال منهم غزلان التودالي اللي تاهلت الالعاب الاولمبيه في 2008، ومنهم الكرويطي مريم، حنان زور، خلطي سماح، ماجده الغالب، العيشي عواطف، يعني عده ابطال وصلوا للمنتخب الوطني من سجد الذكور، خلطي يوسف، العاتق سعيد، خالد مصطفى، العسولي عثمان، هذو ابطال اللي وصلوا وجابوا نتائج على الصعيد الوطني مع المنتخب الوطني. حاليا كاين ابطال، كاين مشروع ابطال جدود، خاص شويه ديال الدعم وشويه ديال الاعانه، وحنا موجودين، وحنا بالدعم لا دعم خدامين الحمد لله.